والله يا جماعة أنا داخل الفيديو كده بدون أي مقدمات، بس تعالوا يعني اتجننوا معايا شوية لأن أنا مش هتجنن لوحدي. دلوقتي جوجل اتجننت بصراحة، زي ما أنتوا شايفين كده إنك تقدر تكتب لها برومت أنت عاوزه أو أي حاجة، فكرة أنت عايزها في دماغك، تصمم تطبيق، تصمم موقع، هتكتبه بس في الخانة اللي قدامك دي كده. وزي ما أنت شايف تقدر حتى كمان يعني بيقول لي هنا تقدر تحسب الطول والوزن أو مؤشر كتلة الجسم. أنا اديته أمر مثلا أو أعطيته أمر إن أنا عايز احسب مؤشر كتلة الجسم لجسمي انا مثلا او جسم غيري. شوف بقى اللي هيحصل، يعني انا ترجمت باللغة العربية علشان الناس اللي هي برضو حاول تفهمني، اصنع لي تطبيق يعرفني مؤشر كتلة الجسم للرجال والنساء. دلوقتي هرجع تاني كده واروح عندي على انتر هاي، بيقول لي هنا حط الطول الخاص بالجسم بتاعك مثلا 150 وتقول له هنا انتر، وبقول لك حط هنا الوزن، تقول له مثلا ولو فرضا يعني ان الوزن 70 كيلو، هيقول لك هنا ان هو بيعمل كالكوليت للبي ام اي او بيحسب مؤشر كتلة الجسم بتاعتك انت، وفي الاخر بيعطيك النتيجة. الفكرة كلها نفس منصة ان ات ان، بس هي زي انظمة اوتوميشن، بيقدر هو يصمم لك اي تطبيق انت عاوزه في دماغك. وهنشوف مع بعض ايه اللي هيحصل دلوقتي. طبعا هنا عرض لي مؤشر كتلة الجسم، وهنا قال لي ان انا عندي كمان سمنة. طيب دلوقتي هرجع تاني كده واروح معاكم على يعني فكرة كده مجنونة انا عملتها. مثلا انا عايز اخلي الاي اي، مثلا انا ببيع منتج، لو فرضا ان انا ببيع تي شيرت، انا عايز اخلي الاي اي يخلي التي شيرت ده مثلا شخص، او مثلا سواء كان راجل او ست ممكن يلبسهم اللبس ده مثلا. يعني هنشوف مع بعض. هتروح عندك على ستارت هنا، وبعد كده بتروح عندك على ابلود، وبعمل ابلود مثلا للتي شيرت ده، تي شيرت من اديداس، وتضغط عندك على انتر. تمام، تعالي هنا فوق اضغط عندك على انتر كده، ابعت له التي شيرت عادي جدا. هتنتظر بس كده شوية لحد ما يتم عمل ابلود للتي شيرت. زي ما انت شايف كده زي نظام الاوتوميشن بيقول لك انا هاخد التي شيرت او الصوره اللي انت رفعتها، مش عارف هوديها على ايه علشان يروح عندك هنا، يطلع الصوره تنزل على فين تاني. المهم هو هيقعد يلففها كده شويه لحد ما يعمل ابلود للصوره، وبيقول لك خيرني بين الاثنين سواء كان راجل او ست. طبعا هعمل ابلود تاني للتي شيرت. تمام، بيقول لي حدد ان هو ذكر ولا انثى، بتحدد ان هو ده ذكر وتضغط عندك على انتر، وبعد كده بيعمل سينكينج للصورة اللي انت بعتها. هو ممكن مثلا يخلي الصورة دي يلبسها راجل، تمام، يعني التيشيرت ده اللي بيرتديه راجل. تمام، هنشوف هيطلع الكواليتي عاملة ازاي او شكل الصورة عاملة ازاي. طبعا هو بيمشي ستيب ستيب كده مع الاوتوميشن ده لحد ما يجي يوصل للنهاية. طبعا هنا هياخد الاوتوميشن ده هيوديه مش عارف فين لحد ما يجي يظهر لك الصورة حالا. وزي ما انت شايف كده طلع لك التيشيرت ان الشخص ده لابسه، وشوف هيكون اللبس عامل ازاي. برضو ممكن تعمل ريستارت للشغل ده كله، وتعمل ستارت وتلبس مثلا مثلا ممكن نروح عندنا نعمل الهودي ده. تمام، وتعمل له سنت، برضو بترفع الهودي ده تاني. تمام، وتعمل له سنت، وتختار اللي هتلبسه هنا تكون انثى. تمام، وتعمل ستارت او انتر علشان يبدأ يعمل جنريت للصورة بتاعتنا اللي احنا عاوزينها. طبعا في ميزه في الموقع ده انك تقدر تعمل بابلش للمنصه دي، وتروح تبعتها مثلا لصاحبك او اي حد بيسجل دخول على طول ويقدر يستخدم الموقع عادي جدا. طبعا المبرمجين والمطورين بيعيطوا في الزاويه، يعني البرمجه كلها بتعيط في الزاويه. خلاص انت دلوقتي تقدر تصمم اي تطبيق او اي منصه من خلال التطبيق ده او الموقع ده. طبعا هسيب لك رابط الموقع تقدر تدخل عليه عادي جدا وتعمل اللي انا بعمله كل ده بشكل مجاني. زي ما انت شايف كده تقدر تتحكم كمان في شكل الهودي اللي احنا باعتينه او اللبس اللي انت بعته، وهنا انثى لبست اللبس بتاعنا ده. طيب دلوقتي تقدر ترجع تاني خطوه كده ورا. هنا بعمل تحليل للصوره ان هو مثلا بياخد الصوره بتاعتي بيعمل لها برومت او بيحلل الصوره اللي جوه دي شكلها عامل ايه. فانت بتضغط عندك على كلمه ستارت، وبعد كده مثلا هبعت صوره، وفرضا يعني ممكن ابعت صوره زي دي كده، وبعمل هنا سند، وبيبدأ يعمل الصورة بيحللها، بيعرف ايه اللي فيها، بيطلع لك كل المزايا اللي فيها، حتى كمان الخلفية بيقدر يتكلم لك عنها، بحيث انك تاخد البرومت ده تقدر تصمم زيها في الذكاء الاصطناعي او عن طريق اي منصة تانية. انا عايز اوضح لك ان المنصة دي بصراحة يعني هي غريبة جدا ومجنونة جدا، انك تقدر تصمم اي تطبيق براحتك خالص من خلال المنصة دي. يعني لو في اي فكرة في دماغك صممها، في اي لعبة في دماغك صممها برضو عن طريق التطبيق ده.
واقول لك حالا ازاي تعمل نشر للمنصه او الشغل اللي انت عملته ده بكل بساطه. افهمك دلوقتي ايه اللي هيجري. تمام، هو كده دلوقتي بيعمل جنريت لل HTML ويبدا يحلل الصوره معاه، وزي ما انت شايف كده ظهر عندي تفصيل الصوره، وقال لي هنا شرح تفصيل الصوره، بيبدا يوضح لك الصوره ويقول لك ايه اللي فيها، وكمان في مقترحات ابداعيه. يعني بصراحه الشغل عالي جدا، يعني جدا جدا جدا. طيب دلوقتي انت عايز المنصه دي مش عشان تخش على اوبل جوجل، انت محتاج المنصه دي على طول تخش عن طريق رابط من خلالها. انت بس كل عليك بتعمل شير اب، تمام، وبعد كده تقول له هنا بابلش، بسيطه جدا، تستنى شويه لحد ما يظهرك رابط النشر. هو الموضوع مش هياخد معاك ثواني، ادينا مع بعض هنا ظهر الرابط معانا، وتعمل هنا كابي، وبعد كده بتروح عندك على الباست هنا وتروح انت رافعها، وعلى طول تقدر تدخل عليها عادي جدا، وتقدر تستخدم المنصه زي ما انت عاوز. ممكن تبعتها لصاحبك، تبعتها لقريبك، هيستخدمها بشكل مجاني وبنفس التفاصيل اللي احنا شفناها من شويه على المنصه اللي هي الاساسيه اللي انت عملت فيها الشغل. لكن انت اهم حاجه بس تعمل ببلش، وبعد كده خلاص هي هيقول لك هنا لودنج، وتنتظر شويه لحد ما يتم تحميل الصفحه، او الشخص اللي انت بعتها له هينتظر شويه لحد ما يتم تحميل الصفحه. انت بقى عايز تعمل تحليل بيانات، تطبيق بيحلل لك بيانات، تطبيق مثلا بيعمل لك ملخصات، في تطبيقات مثلا الناس بتحب تفكر ان هي تعمل العاب، ممكن ناس بتحب الاوتوميشن ان هي مثلا تعمل الاي اي او شات بوت، عادي جدا اعمل اللي بدالك في المنصه دي. طبعا هي هتاخد معايا وقت بس على ما يجي يعمل لودنج، بس هنستنى برضو مع بعض نشوف نهايه الطريق ايه. وزي ما انت شايف كده ده الشكل النهائي للشغل اللي احنا عملناه، بس بيعمل ستارت، بس بيسجل بحساب جوجل وبيبدا يستمتع بالشغل اللي انت عملته او الفكره اللي انت عملتها. لكن التطبيق اللي انت هتعمله بابلش مش هينفع تعدل عليه خالص، فانت بتعمل تطبيق تاني او بتعمل برومت تاني علشان تقدر تتحكم فيه بشكل كامل. شكرا ليكم، وده كده شرح انتهى. طبعا مش محتاج ان اقول لك اعمل اشتراك في القناه، اظن انت عملت من بدري، واشوفكم في حلقه جديده. دمتم بخير، سلام.